مخيم الأفكار الإبداعية، برنامج تقدمه حاضنة الأعمال الرقمية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات لأصحاب الأفكار الرقمية الإبداعية من رواد الأعمال المطورين والمصممين، ومدته 5 أسابيع يشمل ورش العمل، الدورات التدريبية والإرشاد. هذا العام قدمت الحاضنة النسخة الثانية من مخيم الأفكار الإبداعية، وبعد أن تم فتح باب التسجيل تلقت الحاضنة 280 طلباً للالتحاق بالمخيم، تمت تصفيتهم إلى أفضل 150 فكرة إبداعية. بلغ متوسط عدد الأفكار التي قام رواد الأعمال بتطويرها في كل ورشة عمل 70 فكرة إبداعية. في الأسبوع الأول عمل رواد الأعمال على تطوير نموذج الأعمال لأفكارهم الرقمية الإبداعية. في الأسبوع الثاني ركز رواد الأعمال على دراسة السوق وتحديد قاعدة للعملاء. بناء على مخرجات الأسبوع الأول والثاني عمل رواد الأعمال في الأسبوع الثالث على بناء نموذج أولي لأفكارهم الرقمية. أما الأسبوع الرابع فقد كان موجهاً نحو تدريب رواد الأعمال على تقديم عرض منافس لمشاريعهم استعداداً لعرضها أمام لجنة التحكيم. وأخيراً في الأسبوع الخامس تدرب رواد الأعمال على عرض أفكار مشاريعهم، كما تم إعطاء رواد الأعمال الفرصة لمراجعة عروضهم التقديمية. في 14 من يناير وبعد 5 أسابيع من العمل الشاق لتطوير أفكارهم، قام فريق الحاضنة باختيار أفضل 30 فريقاً مؤهلاً لعرض أفكار مشاريعهم أمام لجنة التحكيم للحصول على فرصة الاحتضان في حاضنة الأعمال الرقمية. Being able to pitch your ideas, to share your ideas, to speak, defend, present, be on a time crunch. I think these are all elements of getting you closer to harnessing your presentation skills. وتكونت لجنة التحكيم من نخبة من الخبراء في مجال ريادة الأعمال الرقمية والاستثمار. والجدير بالذكر أن متوسط رضا رواد الأعمال المشاركين في مخيم الأفكار الإبداعية بلغ 87%، كما ينصح 90% من المشاركين غيرهم من رواد الأعمال للالتحاق بمخيم الأفكار الإبداعية. وبالمتوسط يرى 87% من المشاركين أن مخيم الأفكار الإبداعية ساعدهم على تطوير أفكارهم بشكل ملحوظ وجعلها أكثر واقعية للتطبيق. DIC is obviously doing a great job in promoting ideas, accelerations, incubating through funding mechanisms. Keep up the good work on that aspect. نشكر جميع من شارك في مسيرة مخيم الأفكار الإبداعية. What we learned from the idea camp was a lot for us. الحمد لله رب العالمين. We got a lot of information, a lot of ideas, a lot of experiences around us, which give us a lot of techniques that we can start our project with, and hopefully that we're going to continue this project until the end. مخيم الأفكار الإبداعية مبادرة من حاضنة الأعمال الرقمية في وزارة المواصلات والاتصالات.